بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اسعد الله مساءكم بكل خير وبركة من هنا من ميدان التحدي، ميدان الشحانية لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. نتواصل بحضراتكم في هذا اليوم الخاص لسن الحيل والزمول وتحديات السباق المحلي الخامس، وفي ختام هذه المرحلة الخاصة للكبار وتحديات هذا اليوم. مشاهدي الأعزاء، نتابع هذه المنافسات والتحديات المميزة. ينطلق على بركة الله الشوط الرابع وهو مخصص للزمول. نتابع أول المراكز وأول التحديات. الشبح يأتي على البداية والمقدمة في هذه اللحظات لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والمضم الراشد بن حمد بن علي المدهوشي في المتابعة والتضمير، يليه مباشرة مع ثاني المراكز اللي غير مباشرة وخطف المركز الأول. نتابع لفان لهجنة الشحانية والمضمر والمتابع محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الثالث اللي يحمل رقم 16 طرماح لهجنة الشحانية مع المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الرابع مسيطر لهجنة الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري يتواجد مع مسيطر في رابع المراكز، وخامس المراكز مرموق لسعادة الشيخ جوعاب بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني بمتابعة سعيد بن حمد الزرعي في المتابعة والتضمير في خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى المنطلقة والباحثة بناموس هذا الشوط. نعود إلى المركز الأول ونتابع طرماح على البداية والمقدمة بشعار هجنة الشحانية بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يتواجد مع طرماح في البداية وكذلك أيضا مع ثاني المراكز لفان لهجنة الشحانية، أيضا يتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، وعلى ثالث المراكز الشبح لسعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والمضم الراشد بن حمد بن علي المدهوشي في المتابعة والتضمير بهذا الشعار الأزرق بالنجمة البيضاء. يتواجد شعار سعادة الشيخ خليفة في المركز الثالث من خلال انطلاقة الشبح، بينما المركز الرابع نتابع مشاهدي الأعزاء من الجانب الآخر مسيطر لهجنة الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري في المركز الرابع، وخامس المراكز مرموق على مستوى المركز الخامس لسعادة الشيخ جوعاب بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني ومضمر سعيد بن حمد الزرعي. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء للمراكز الخمسة الأولى المنعزلة عن بقية المراكز. نتابع المنافسة المميزة على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية التي نتابع من خلالها هذه المنافسة الشريفة لرياضة الآباء والأجداد. نعود إلى البداية، نعود إلى طرماح على المركز الأول لهجنة الشحانية والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يتواجد في البداية والمقدمة من خلال طرماح، بينما المركز الثاني القادم والمنطلق في هذه اللحظات لفان لهجنة الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع ثاني المراكز. المركز الثالث يا سلام وصل مسيطر في هذه اللحظات ويغير إلى المركز الثالث لهجنة الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، بينما المركز الرابع يتواجد الشبح بشعار سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني بمتابعة راشد بن حمد المدهوشي في المتابعة والتضمير، بينما المركز الخامس مرموق لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني بمتابعة المضمر السعيد بن حمد الزرعي، احتل المركز الخامس ويغير مباشرة إلى المركز الرابع. هذه النتيجة، لم يتغير شيء على المراكز المتقدمة. نتابع الصدارة، طرماح على البداية، طرماح لا زال مسيطر ومحافظ على هذا المركز المتقدم بشعار هجنة الشحانية، شعار العملاق، شعار الأدعم، يتواجد على الصدارة
بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتواجد في هذا الموقع ليقدم لنا مشاهدي الأعزاء طرماح وكذلك لفان مع ثاني المراكز بشعار هجن الشحنية القادم. أيضا مشاهدي الأعزاء مسيطر في ثالث المراكز بشعار هجن الشحنية مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري مع ثالث المراكز، بينما المركز الرابع مرموق لسعادة الشيخ جوعان بن سلطان بن جاسم بن فهد آل ثاني. هنا القادم سعيد بن حمد الزرعي في المتابعة والتضمير يقدم مرموق في المركز الرابع، بينما المركز الخامس الأسد لهجن الشحنية. وصل الأسد لأول إذاعة في هذا الشوط مع المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران. المري يغير من مركز إلى مركز وفي طريق الانتزاع المركز الأول. المركز الخامس أيضا الوصول في هذه اللحظات، نتابع مسيعيد لهجر الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فران المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء مع انتصاف المسافة 4 كيلومترات انقضن من عمر هذا الشوط، يتبقى 4 كيلومترات أخرى عن منافسة مميزة ونتابع الأمور والسيطرة. الأمور مع طرماح، طرماح على الصدارة بشعار هجن الشحانية. يقدم طرماح المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية على المركز الأول. المركز الثاني يا سلام يا سلام يا ثاني المراكز، وصل في هذه اللحظات الأسد. الأسد مكشر على نيابه بشعار هجن الشحانية مع هنا الشبل جابر بن سالم بن فران. المري يغير مباشرة إلى أول المراكز، بينما المركز الثالث يحمل الرقم 3 وهو لفان لهجن الشحانية مع المضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، بينما المركز الرابع الوصول في هذه اللحظات من قبل مسيعيد لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران. المري مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس مسيطر لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري. هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء، هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى. الأمور لا زالت هادئة حتى هذه اللحظات ونتابع السيطرة، السيطرة في هذه اللحظات مع الأسد. الأسد في البداية لهجن الشحانية مع الشبل جابر بن سالم بن فران. المري يتواجد الشبل في هذا التحدي الكبير مع الأسد. المركز الثاني نتابع لفان مع ثاني المراكز يساند الأسد في هذه المعركة المميزة. لائحة 3 كيلومترات لفان مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات من قبل مشاهدي الأعزاء. يصلنا في هذه اللحظات، نتابع ونراقب مسيعيد لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. يتواجد هنا مشاهدي الأعزاء مع مسيعيد، بينما المركز الرابع القادم هنا طرماح لهجن الشحانية بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. وخامس المراكز مسيطر لهجن الشحانية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري. هكذا هي النتيجة، هي النتيجة للمراكز الخمس الأولى. نتابع أسماء قادمة، أسماء مميزة، أسماء لها ثقلها في عالم رياضة سباقات الهجن. نتابع ولكن نعود مباشرة لنعلن المراكز الخمس الأولى، لنعلن المركز الأول في هذا التحدي، في هذا الإثارة مع الأسد. الأسد على الصدارة، الأسد لهجن الشحانية. يتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري في المتابعة والتضمير، بينما المركز الثاني لفان لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية مع ثاني المراكز. ولكن القادم أيضا الوصول في هذه اللحظات، نتابع ليصل يا سلام يا طرماح، طرماح مع ثالث المراكز لهجن الشحانية بتواجد المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. 2 كيلومترات
2 كيلومترات يا مضمرين يا متابعين هذه الرياضة. هنا الوصول مع مساعيد في رابع المراكز، يصل مساعيد في هذا التحدي ليعلن تواجد شعار هجن الشعرية، مع أيضا هنا الذهبي سالم بن فاران المري الذي يعشق الذهب في هذه التحديات المميزة. المركز الخامس مسيطر مع خامس المراكز لهجن الشحنية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري. ولكن نعود من جديد إلى البداية، نعود إلى الصدارة. الأسد وهنا أيضا مشاهدي الأعزاء لفان والأسد وكذلك مسعيد في موقع واحد. الثلاث المراكز الأولى كيلو ونصف الكيلو عن خط نهاية، ولكن لفان غير في هذه اللحظات. لفان لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية غير أمور هذا الشوط مباشرة وخطف الصدارة. المركز الثاني يتقدم فيه مسعيد لهجن الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري مع ثاني المراكز، بينما المركز الثالث من الجانب الآخر طرماح يحلق في ثالث المراكز لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ورابع التحديات الأسد هجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران المري، والقادم منصف يصل لأول إذاعة في هذا الشوط بهذا الوصول الخطير لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن نعود من جديد إلى البداية، نعود إلى الصدارة، نعود إلى لفان. الله يا لفان على الصدارة. لفان مع أجواء الكيلومتر الأخير اقتربنا من الحزام الأخضر، نتابع الصدارة مع لفان وأيضا من الجانب الآخر طرماح. وهنا مشاهدي الأعزاء مع ثاني المراكز لفان وطرماح بشعار هجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن مسعيد مع ثاني المراكز يغير في هذه اللحظات، وعينه على الصدارة، عينه على الناموس، عينه على الفوز. هنا مشاهدي الأعزاء لهجن الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري. ولكن نرصد يا مخرجنا الوصول من قبل منصف مع ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ولكن المقدمة طرماح مع البداية، طرماح مع الصدارة، مع المنصة الرئيسية. نصل مشاهدينا الأعزاء، ولكن هنا مشاهدي الأعزاء مسعيد في الأمتار الأخيرة يخطف المركز الأول، ينتزع هذا الناموس المميز. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهنئة إلى الذهبي سالم بن فران المري المركز الثاني. طرماح لهجن الشحنية المركز الثالث، جاء فيه منصف لهجن الشحنية المركز الرابع، سيلين لهجن الشحنية، بينما المركز الخامس لفان لهجن الشحنية. إذن مشاهدي الأعزاء تهانينا وناموس مرة أخرى إلى هجن الشحنية، والتهنئة إلى الذهبي سالم بن فران المري من رافق مسعيد إلى خط نهاية خاطف هذا الناموس المميز في الشوط الرابع الخاص للزمول. هذا هو مسعيد قاطع مسافة 8 كيلومترات في زمن وقدره 13 دقيقة و28 ثانية و76 جزء من الثانية. تهانينا وناموس للذهبي سالم بن فران المري، وتهانينا إلى المؤسسة العملاقة مؤسسة هجن الشحانية. بينما المركز الثاني وصل في طرماح لهجن الشحانية، والمضمر المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والتوقيت الزمني 13 دقيقة 29 ثانية 85 جزء من الثانية. بينما المركز الثالث منصف لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. والتوقيت الزمني ساعة وصول منصف إلى خط نهاية 13 دقيقة 29 ثانية و99 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع